الله ورعاه. إذا نتواصل معكم عبر الهواء مباشرة مع الاستعدادات الجارية لبداية انطلاق الشوط الرئيسي للزمول، وهو الشوط الثاني لما بعد فريضة صلاة العصر. وننوه مشاهدين الكرام على السيد بندر بن محمد القثامي التوجه إلى عربة النقل في أسرع وقت. على السيد بندر بن محمد القثامي أن يتجه إلى عربة النقل للأهمية أو يبعث بمن ينوب عنه. مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء، ها هي الاستعدادات جارية على قدم وساق في انتظار إعطاء إشارة البدء لانطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي الذي يشارك فيه نخبة من الزمول. نخبة من الزمول تشارك في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. إذن مشاهدين الكرام، ينطلق الشوط الرئيسي للزمول، والمسافة هي 8 كيلومترات. 8 كيلومترات هي المسافة المقررة لهذه الزمول. مشاهدين الكرام، هذه هي الانطلاقة، هذه هي الانطلاقة مشاهدين الكرام للشوط الأول الرئيسي للزمول، والمسافة هي 8 كيلومترات. المسافة هي 8 كيلومترات، والتنافس على سيارة هي نيسان ستيشن. نيسان ستيشن ذهبي اللون، مكيفين بانتظار الفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة. جوائز نقدية قيمة بانتظار الفائزين بالمركز الأول. إذن هذه الانطلاقة، هذه الانطلاقة مشاهدين الكرام. وفي هذه اللحظات لا يسعني إلا أن أرحب بالشاعر المعروف لدى الجميع راشد بن سالم بن مسعود، لنلتقي معه مع أعذب الكلمات ومع قصيدة سوف يلقيها عليكم الشاعر راشد بن سالم المسعود المري. بديت بسم الله ذكر وهلال، عالم ذي بالذر والدا وطبه، يا الله يا رحمن ستار الأحوال، يا رازق الأسماك في جوف غبة، احفظ بلدنا من غدر كل محتال، بمن وسلام بالرخاء مستتبة، واحفظ مير بلادنا ذرب الأفعال، جعله يعيش بعز ويطيب نبه، واحفظ مير بلادنا ذرب الأفعال، جعله يعيش بعز ويطيب نبه، وعساه يبقى للوطن سور وظلال، عوق الخصيم اللي إبليس اللي عبه، هلت تباشير الفرح والكدر زال، يوم السعد هبت علينا مهبة، يا مرحبا ترحيب تكرام وجلال، ترحيبة في هالوفا والمحبة، بميرنا الغالي حمد طيب الفال، ملفاه عيد نبتهج فرحة تنبه، حمد حجز في قمة المجد من زال، يرقى مع درب صعيب مذبه، حمد حجز في قمة المجد من زال، يرقى مع درب صعيب مذبه، واصبح زعيم يعتبر قدوة أجيال، من طيب مشوار مشاه وتعبه، واكبر دليل انه اسنافي ورجال، الشعب معطيه الولا واثقن به، واكبر دليل انه اسنافي ورجال، الشعب معطيه الوفا الولا واثقن به، فضائله ما تنحص اعراض وطوال، وفى وكفى جعل يحفظه ربه، والمهرجان مشاهده يضرب البال، يريح اللي راغبه مو العنبه، بيشوف له هجن الخفيفات الازوال، في داخل المضمار مشين وخبه، فج المرافق وذراعي النحال، وبطونها مسلوبه مستقبه، يدر الخوذ وتمتلك زين الاشكال، مجهزات بالجواز يتشبه، لقفه تراب اعصابها روع وجفال، مثل القطار اطار يبغي مربه، سلام لاهل الدار وضيوف هشال، احلى ولد من العسل من مصبه، سلام لاهل الدار وضيوف هشال، احلى ولد من العسل من مصبه، نهدي لهم تحيه عبر الارسال، واللي حضر في رئيسنا مرحبا به وسلامة السامعين. شكرا مشاهدينا الكرام للشاعر راشد بن سالم بن مسعود المري
الذي أمتعنا بهذه القصيدة الأكثر من رائعة. إذن مشاهدين الكرام نعود الآن إلى مقدمة هذا الشوط، نعود لقراءة ما يدور في هذا الشوط، ونشوف الآن شعار الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني يتقدم مشاهدين الكرام ليقود بذلك المسيرة. كساب مشاهدين الكرام في المركز الأول، وتعود ملكية كساب للشيخ جاسم بن ناصر بن جاسم آل ثاني. إذن كساب على المقدمة وعلى الصدارة للشيخ جاسم بن ناصر بن جاسم آل ثاني بقيادة المضمر حمد بن لفجح المري، بينما النقل على المركز الثاني. ننتقل الآن مشاهدين الكرام على ثاني المراكز، ونشوف الآن شعار أنجال سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله في ثاني المراكز. إذن مشاهدين الكرام غازي في ثاني المراكز، نعم غازي مشاهدين الكرام الذي يأتي في ثاني المراكز، وتعود ملكية غازي للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني. إذن غازي في ثاني المراكز، وتعود ملكية للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، ويضمر السيد عايد سلطان بن محمد بن ضابط الدوسري أحد شبابنا المضمرين، بينما النقلة على المركز الثالث. ننتقل مع ذيبان في ثالث المراكز، وتعود ملكية ذيبان لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ويضمرها المرعب ناصر بن مسفر الشهواني، بينما النقلة على المركز الرابع. ونشوف الآن موادع في رابع المراكز، وتعود ملكية لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، ويضمرها أيضا سلطان بن محمد بن ضابط الدوسري. النقلة الآن على المركز الخامس، ننتقل الآن إلى خامس المراكز، ونشوف الآن اللي يحتل المركز الخامس موفق، والله يوفقك يا موفق في خامس المراكز، وتعود ملكيته للسيد جمعه السوداني، بينما النقلة على المركز السادس. ننتقل الآن إلى سادس المراكز وإلى شعار الكواري مشاهدين الكرام، اغزيلان في سادس المراكز، وتعود ملكية اغزيلان للسيد خالد بن عبد الله الكواري، خالد بن محمد الكواري مالك غزيلان في سادس المراكز، بينما النقل على المركز السابع. ننتقل الآن إلى مخيف، وهذا الاسم القوي والمرعب، مخيف يأتي في سابع المراكز، وتعود ملكية مخيف للسيد سعيد بن محمد بن طفله المري، بينما النقل على المركز الثامن. ننتقل الآن إلى ثامن المراكز، المركز الثامن في صوغان، وتعود ملكية صوغان للسيد زايد بن خميس المريخي، بينما النقل على المركز العاشر. ننتقل الآن إلى عاشر المراكز، ذيبان هو الآن اللي في تاسع المراكز، يغير ذيبان، وتعود ملكية السيد محمد بن مبارك بن نورة المري، والنقل على المركز العاشر. ننتقل الآن إلى شعار السيد سعيد بن علي بن سعيد بن لومية الاشتبي اللي هو صوغان، يأتي في عاشر المراكز ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقل شعار السيد سعيد بن علي بن سعيد بن لومية الكتبي. إذن مشاهدين الكرام ننهي النداء الأول بإذاعتنا للمراكز العشرة الأولى، وتنتصف المسافة مشاهدين الكرام، والتنافس على النيسان الستيشن، مكيفين ذهبي اللون، ولا زال كساب مشاهدين الكرام هو سيد الموقف، وينطلق كساب. أشكرك يا حمد يا بن لفجع، ما شاء الله تبارك الله، ويتواصل الرقص على أرضية ميدان الشحانية. كساب ينطلق مرة أخرى للشيخ جاسم بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وبقيادة المضمر القدير حمد بن لفجع المري، الذي توعد فطاحلة المضمرين من خلال مشاركة كساب في هذا الشوط. إذن بن لفجع على موعد وعلى لقاء بالنيسان الستيشن، إذا واصل كساب هذا العرض الممتاز للشيخ جاسم بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بينما النقل على المركز الثاني وعلى غازي. وغازي قادم بكل قوة، وسوف يغزو المقدمة. غازي تعود مكيته لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، بينما تعود عملية تضمير غازي عند أحد الشباب المضمرين سلطان بن محمد بن ضابط الدوسري. ونشوف الآن ذيبان التي امتلأت كفته بالترشيحات، ينطلق الآن وينتقل
بدورة إلى ثاني المراكز لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني بقيادة المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. والنقل على المركز الرابع، ننتقل الآن إلى المركز الرابع وإلى شعار سيد سعيد بن محمد بن طفله المري، يأتي الآن في رابع المراكز اليوم مخيف، مخيف في رابع المراكز للسيد سعيد بن محمد بن طفله المري. والنقل على المركز الخامس، صوغان في خامس المراكز وتعود ملكية صوغان للسيد زايد بن خميس المريخي، بينما النقل على المركز السادس شعار الشيخ سلطان فيصل بن سلطان القاسمي يتدخل الآن معنا من خلال مشاركة شاهين يتدخل معنا في أول مرة إلى عالم الإذاعة شاهين، وتعود ملكية للشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، بينما تعود عملية شاهين عند السيد سعيد بن حسين الخاطري. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى المركز السابع، ونشوف اللي في المركز السابع، أم وادع للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، وأيضا من السلطان بن محمد بن ضابط الدوسري. والنقل على المركز الثامن، غزيلان في ثامن المراكز وتعود ملكية غزيلان للسيد خالد بن محمد الكواري. والنقل على المركز التاسع، حامل الرقم 33 ذيبان في تاسع المراكز وتعود ملكية ذيبان للسيد محمد بن مبارك بن نوره المري. والنقل على المركز العاشر وإلى شعار بالعاض، شعار السيد حمد بن محمد العاض يأتي في عاشر المراكز على ظهر عرقان، وعرقان يتدخل معنا في أول مرة إلى عالم الإذاعة، بينما أرى دخول من صوغان للسيد سعيد بن علي بن سعيد بن لومية في هذه اللحظات إلى عاشر المراكز. أنهينا النداء الثاني مشاهدين الكرام، لنعود إلى كساب. أروح يا بالأفجع، أشوف فطاحلة المضمرين قادمين بكل قوة، ويتقدمهم المرعب ناصر بن مسفر الشواني. كساب لازال في المقدمة للشيخ جاسم بن ناصر بن جاسم آل ثاني بقيادة حمد بن لفجح المري. والمركز الثاني ذيبان التي امتلأت كفته بالترشيحات، ينطلق ذيبان في ثاني المراكز ويقلص الفارق بينه وبين كساب. ويا بن لفجح وصلك ناصر بن مسفر الشهواني. الله 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 الله، ذيبان مشاهدينا الكرام يتسلل في هذه اللحظات تسلل ناعم وتسلل ملحوظ، وينطلق إلى المركز الأول ذيبان لسمو الشيخ صحيم تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. ينطلق مشاهدين الكرام ذيبان إلى الصدارة وإلى المركز الأول لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وبرفقة ناصر بن مسفر الشهواني، بينما كساب يتراجع إلى ثاني المراكز للشيخ جاسم بن ناصر بن جاسم آل ثاني. ولكن دخول من مخيف، وهذا الاسم القوي والاسم المرعب والاسم المخيف. مخيف ينطلق في ثاني المراكز للسيد سعيد بن محمد بن طفله المري، ومواد ينطلق في ثالث المراكز لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني. وسلطان بن محمد بن ضابط الدوسري هو الذي يقوم بعملية تضمير موادع. والنقلة مشاهدين الكرام على عرقان اللي ينتقل إلى رابع المراكز للسيد حمد بن محمد بن عاض المري، وصوغان ينتقل إلى خامس المراكز وفي طريقة إلى مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن علي بن سعيد بن لومية الجتبي. والنقلة على المركز السادس، ننتقل الآن إلى سادس المراكز، وارتفعت حرارة الشوط وشاهين يأتي في سادس المراكز وتعود ملكية شاهين للشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، ويتولى عملية تضمير شاهين السيد سعيد بن حسين الخاطري. ونكتفي بهذا القدر ونعود إلى ذيبان الذي جدد المرباع وانطلق مشاهدين الكرام انطلاقة الفوز، وألف 1500 متر على خط النهاية، 1500 متر على خط النهاية، وذيبان ينطلق في المركز الأول لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وبتوجيهات صارمة وبتوجيهات حكيمة من المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. والمركز الثاني مخيف للسيد سعيد بن محمد بن طفله المري. والمركز الثالث صوغان للسيد سعيد بن علي بن سعيد بن لومية الجتبي. ولكن ذيبان ما شاء الله ينطلق ذيبان مشاهدين الكرام انطلاقة ممتازة في مساء يوم الاثنين الخامس من شهر أبريل لسنة 2004 للميلاد، ليضيف بذلك إنجاز له يسجل من خلال إنجازات ومشاركات ذيبان في هذا الموسم. يا سلام يا ذيبان، كيلومتر يفصل ذيبان عن خط النهاية، وينطلق ذيبان. الله 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 الله, 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 الله
الله يذيبان الله يذيبون. يا سلام يا سلام يا سلام، أشكرك يا المرعب، أشكرك يا المرعب على هذه الانطلاقة الممتازة لذيبان الذي يقل شعار سمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. هذا الشعار الذي لا تغيب عنه الشمس، هذا الشعار الذي لا تغيب عنه الشمس أبدا أبدا أبدا. يا سلام ذيبان مشاهدين الكرام في الشوط الأول الرئيسي للزمول يظهر بناموس هذا الشوط، وتهانينا تهانينا نزفها منذ هذه اللحظات إلى مالك ذيبان سمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني على هذا الإنجاز وعلى هذا العرض الممتاز، وأيضا التهاني للمرعب ناصر بن مسفر الشواني الذي أوصل ذيبان إلى هذا المستوى، هذا المستوى الممتاز وهذا الأداء، هذا الأداء الراقي وأداء صراحة أداء ملفت للنظر، أداء ملفت للنظر، والعرض تلقائي، العرض تلقائي، ويبشر بالخير، يبشر بالخير هذا العرض. إذا مشاهدين الكرام ومسافة مشاهدين الكرام مسافة طويلة جدا 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 تفصل بين ذيبان وبين المركز الثاني في عرقان لحمد بن محمد العاض، ولكن ذيبان مشاهدين الكرام ينطلق مشاهدين الكرام انطلاقة الفوز ويقترب من خط النهاية، وخط النهاية يقترب من ذيبان لتقدير واحتضان ذيبان. تهانينا لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني على فوز ذيبان بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي، وأيضا التهاني لمضمرة السيد ناصر بن مسفر الشهواني عرقان يأتي في ثاني المراكز، وهي لحظات وصول إلى خط النهاية معلنا أن الفوز بالمركز الثاني. تهانينا لحمد بن محمد بن العاض المري، والمركز الثالث موادع للسيد لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، والمركز الرابع مخيف للسيد سعيد بن محمد بن طفله المري، والمركز الخامس صوغان للسيد سعيد بن علي بن سعيد بن لومية الكتبي، والمركز السادس صوغان للسيد زايد بن خميس المريخي، والمركز السابع غازي لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، والمركز الثامن شاهين للشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، والمركز التاسع ذيبان للسيد محمد بن مبارك آل نوره المري، والمركز العاشر غزيلان للسيد خالد بن محمد الكواري. إذا مشاهدين الكرام وفقنا بإذاعة المراكز العشرة الأولى الفائزة معنا في هذا الشوط الأول الرئيسي والمخصص لفئة الزمول، ورصدت له جائزة هي عبارة عن سيارة نيسان ستيشن مكيفين ذهبي اللون، وقد ظفر بناموس هذا الشوط ذيبان الذي قدم عرض ممتاز وكان هو الأقوى في منافسات هذا الشوط. ها هي الإعادة للتوقيت الزمني لذيبان الذي قطع مسافة 8 كيلومترات في زمن وقدر 14 دقيقة و38 ثانية و15 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني على هذا الفوز، وأيضا التهاني موصولة إلى مضمر ناصر بن مسفر الشهواني، وهو ذيبان مشاهدين الكرام يتضح أمامنا على شاشة التلفزيون بعد تكريمه بمادة الزعفران، وذلك بمناسبة إنجازه وفوزه بالمركز الأول. جاء في المركز الثاني عرقان وقطع المسافة في زمن وقدرها 14 دقيقة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك عرقان السيد حمد بن محمد العاض مالك عرقان الفائز بالمركز الثاني، بينما جاء موادع وقطع المسافة في زمن وقدرها 14 دقيقة و55 ثانية و22 جزء من الثانية. تهانينا للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني على فوز موادع بالمركز الثالث في الشوط الأول الرئيسي للزمول، وأيضا التهاني موصولة لمضمر موادع السيد سلطان بن محمد بن ضابط الدوسري
إذا مشاهدين الكرام نتواصل معكم، وها هي الأعداد تسير مشاهدين الكرام.